صباح الخير مرة تانية، صباح الخير على كل مصر، صباح الخير على سينا الأرض المصرية الطاهرة اللي من أجلها يا ما ضحينا. والنهاردة بنحتفل كلنا بعيد تحرير سينا 25 إبريل 82، يوم ما اترفع علم مصر على أرض العريش علشان يعلن رسميا تحرير كامل الأرض. تحرير تم بالإرادة المصرية، مش بالرضا الأمريكي ولا القبول الإسرائيلي، لا، تحرير بالإرادة المصرية. كان في مفاوضات، كان في كامب ديفيد واتفاقية السلام كمان، أيوة كان في كل الكلام ده، لكن لو ما كانش في حرب أكتوبر 73 والانتصار الكبير ما كانش هيبقى في مفاوضات، ما كانش هيبقى في سلام. مصر في الحرب فرضت إرادتها، مصر على الجبهة قالت كلمتها، جنودها فرضوا على الجميع إنهم يرضخوا للمطالب المصرية. الانسحاب الكامل، انسحاب رغم أنف الإسرائيليين اللي لو تشوفوا صورهم وهم بيغادروا آخر حتة من أرض سينا تحديداً في قرية ميت يميت هتعرفوا قد إيه خروجهم من سينا ما كانش سهل عليهم. بكى وصراخ وتشبث بالمكان، لكن المقاتل المصري قال كلمته خلاص، هتخرجوا من أرضنا يعني هتخرجوا من أرضنا. النهاردة وبعد 35 سنة من التحرير الكامل لازم نقول تاني شكراً لجيشنا اللي ما فرطش في الأرض، شكراً لجيشنا اللي ضحى ولسه بيضحي بولاده وبأرواحهم، وما زالوا علشان خاطر عيون أرض سينا بيبذلوا كل نفيس وغالي. شكراً لكل قائد خطط لعودة الأرض. عيد التحرير مش هو كل الحكاية، لأ، ده كان فيه يوم الحصاد بعد 15 سنة من الكفاح والحرب من أجل استعادة الأرض. قبل 25 إبريل كان فيه مشوار طويل، كان فيه آلاف الشهداء، كان فيه شعب وجيش بيحاربوا عشان الكرامة من يوم النكسة في 67، وبدأت الحرب تحية للرئيس، بدأت الحرب. عايزين نقول إنه لازم نوجه تحية واجبة لكل المساهمين في احتفالنا النهاردة بذكرى تحرير سيناء. تحية للرئيس الراحل عبد الناصر اللي تحمل بكل شجاعة مسؤولية النكسة، وبدأ من اليوم الثاني مباشرة يعيد ترتيب أوراق الجيش عشان يسترد الحرب والكرامة. تحية لكل جندي وضابط وقائد خططوا وفكروا وقادوا حرب الاستنزاف اللي قسمت ظهر العدو. تحية للقادة العظام اللي أعادوا بناء الجيش. تحية للرئيس الراحل البطل محمد أنور السادات اللي أخدوا بكل جرأة قرار الحرب والنصر، وبنفس الجرأة أخد قرار السلام واسترد الأرض. تحية لقيادات حرب أكتوبر، قائد قائد، مقاتل مقاتل. تحية لكل رجال المفاوضات سواء في مفاوضات الكيلو 101 أو مفاوضات السلام ومراحل تسليم الأرض. تحية للرئيس الأسبق مبارك كواحد من قادة حرب أكتوبر واللي استكمل المسيرة لحد ما رفع علم مصر على كل أرض سينا. تحية لجيشنا اللي بيكمل المهمة وقيادته، ورئيس الدولة السيسي اللي بيكملوا المهمة المقدسة عشان يطهروا سينا من الإرهاب. تحية لأبناء سينا الشرفاء الوطنيين اللي كانوا جنب قواتنا المسلحة إيد بإيد علشان النصر يتحقق والتحرير يتم. وقبل كل شيء تحية للشعب المصري اللي بعد نكسة 67 ربط الحزام بجد، ما جالوش إحباط، وقف جنب جيشه، أقسم إنه مش هيرتاح ومش هيهدلوا بال إلا لما تعود كل شبر من أرض مصر وتبقى تحت السيادة المصرية. مصر اليوم في عيد، النهاردة يوم مش سهل أبداً أن يتنسي، يوم تاريخي، يوم يستحق أن كل مصري يشعر بالفخر فيه. بس زي ما قلت لكم قبل ما نشوف الفاصل أنه علشان نوصل ل 25 إبريل كان في مفاوضات كتير، وكان في مشوار طويل، وكان في حرب، وكان في إملاء لشروط، كان في تضحيات ومعاهدات واتفاقيات وشهداء، كان في يعني 15 سنة من الكفاح، من يوم 5 يونيو 67 لحد يوم 25 إبريل 82.